السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنعرف الدينار الليبي. زي ما انتوا شايفين، واحد دينار ليبي باللون الأزرق، عليه علامة مائية عمر المختار القائد التاريخي الليبي. زي ما انتوا شايفين، وجه عربي وجه أجنبي. بعد كده قدامنا الخمسة دينار، عملة ليبيا من أقوى العملات الموجودة في العالم. الدينار الليبي قوي جدا. قدامنا الخمسة دينار باللون البني. تقريبا الدينار الليبي بيعمل حوالي اتنين، يعني واحد دولار بيساوي 2 دينار ليبي. قدامنا ورقة العشرة دينار ليبي، عليها صورة عمر المختار وعلامة مائية كبيرة على يمين العملة. دي العشرة دينار ليبي من الخلف، عليها صورة المقاومة الليبية أيام الاحتلال الإيطالي للقائد التاريخي عمر المختار. بعد كده ورقة العشرين دينار ليبي، ورقة العشرين عليها بعض البيوت القديمة الليبية، الورقة باللون الأصفر، وده حصن قديم ليبي موجود على ورقة العشرين دينار. بعد كده أشهر صخرة موجودة في ليبيا على ورقة الخمسين دينار ليبي باللون الأخضر. زي ما انتوا شايفين، 50 دينار ليبي دي أكبر ورقة موجودة في العملة الليبية، وعليها علامة مائية كبيرة على يمين العملة. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم العملات. شكرا لكم جزيلا.